انطلاقات أشواط سباق هذا اليوم مستمرة ضمن تحدياته وانطلاقات أشواط السباق السنوي الختامي الكبير الذي يقيمه وينظمه الاتحاد العماني لسباقات الهجن بنهاية هذا الموسم، موسم عام 2016-2017. انتهينا من أشواط الإذاعة الخمسة وانتقلنا إلى فئة عمرية جديدة، أعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط الأول للثنايا الأبكار من مسافة 8 كيلومترات. نتمنى للجميع كل التوفيق إن شاء الله، أسماء مميزة تنطلق وتندفع بهذا الشوط، شعارات مميزة أتت من مختلف ميادين محافظة السلطنة للمشاركة بهذا المهرجان السنوي الكبير. نذهب مباشرة لنتعرف على نتائج وتحدياته ومسار هذا الشوط. نجد لبيك غانم بن سيف بن ناصر الخميسي من يقدم لبيك على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني جبارة سعيد بن سليمان الوهيبي من تاتي على المركز الثاني، من ياسف المركز الثالث للهجارة السلطانية مع المضمر حمد بن علي بن عبد الله الحبسي مقدما من ياسف المركز الرابع، المركز الخامس هذه التي بدأت بالتقدم والظهور ما شاء الله الجذابة عبد الله بن شطيط بن سالم المالكي، والمركز الخامس دموع حمود بن علي بن حمد المحاربي في خامس المراكز، والمركز السادس التي تأتي من الجانب الآخر شعار حمود بن سلطان بن حمود اليحافي مع نصايح في سادس المراكز. إذن هذه النتيجة للستة المراكز الأولى من خلال مسار هذا الشوط، مسافتنا هي 8 كيلومترات، مسافة سنشاهد من خلالها المنافسة ما بين هذه الأقطاب القوية المشاركة بهذا الشوط. لبيك التي تتصدر هذه المجموعة منذ البداية وهي تتربع على عرش القيادة لغانم بن سيف الخميسي قادمة من ميدان ولاية السويق للمشاركة بهذا المهرجان، وهذه هي تتصدر هذه المجموعة إلى حد هذه اللحظات. مياسة من تأتي في المركز الثاني في هذه اللحظات للهجانة السلطانية مع المضمر حمد بن علي بن عبد الله الحبسي مقدما مياسة على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت وتقدمت في هذه اللحظات دموع حمود بن علي بن حمد المحاربي، يقدم دموع في المركز الرابع أو في المركز الثالث، بينما المركز الرابع الوصول يأتي من جبارة سعيد بن سليمان الوهيبي، مقدم جبارة في المركز الرابع، والمركز الخامس نصايح حمود بن سلطان بن حمود اليحافي، المركز السادس الجذابة عبد الله بن شطيط بن سالم المالكي. هذه النتيجة للست المراكز الأولى، والمركز السابع الحذر للهجانة السلطانية مع المضمر سعيد بن الحزيمي العويسي مقدما الحذر في سابع المراكز. هذه السبع المراكز الأولى من خلال نداءنا الثاني، وما زالت مسيرة هذا الشوط مستمرة والتبادل للمواقع الأولى مستمر من اسم إلى آخر. ها هي مياسة من غيرت مجريات الأمور وانتقلت وتصدرت المجموعة، مياسة للهجانة السلطانية مع المضمر حمد بن علي بن عبد الله الحبسي مقدما لمياسة بهذا الأداء الجميل وهذا الاندفاع المميز تغير مسار الشوط، بدأت تتولى مسؤولية القيادة، بينما المركز الثاني جبارة سعيد بن سليمان الوهيبي من يقدم جبارة على المركز الثاني، نصايح في المركز الثالث، حمود بن سلطان بن حمود اليحافي دموع في المركز الرابع، هناك يتواجد حمود بن علي بن حمد المحاربي، تقدمت وتوصلت الجذابة وهذه الحذرة في المركز الخامس الهجانة السلطانية مع المضمر سعيد بن الحزيم العويسي، والمركز السادس وسام حمود بن طويرش بن محمد الوهيبي في سادس المراكز، بينما المركز السابع الوصول يأتي من الجذابة في سابع المراكز لعبد الله بن شطيط بن سالم المالكي. يا سلام يا هذه المجموعة، بعض الأسماء بدت بالتدخل والظهور وتنضم لمنافسة المجموعة الأولى التي ما زالت تتقدمها مياسة إلى حد هذه اللحظات للهجانة السلطانية مع المضمر حمد بن علي بن عبد الله الحبسي مقدما لنا مياسة بهذا الاندفاع الجميل. وصلت الحذرة غيرت للمركز الثاني، انتقالها سريع ما بين المواقع، تنتقل من موقع إلى أفضل، ها هي الآن تغير إلى المركز الثاني الحذرة للهجانة السلطانية مع المضمر سعيد بن الحزيمي بن الصغير العويسي، بينما المركز الثالث جبارة مع سعيد بن سليمان الوهيبي مقدما جبارة على ثالث المراكز من الجانب الآخر، والمركز الرابع وسام حمود بن طويرش بن محمد الوهيبي مقدما وسام على المركز الرابع، والمركز الخامس
المركز الخامس هذه اللي وصلت نصايح، نصايح في المركز الخامس حمود وسلطان بن حمود اليحافي، والمركز السادس الفاتنة أو الشاهينية محمود بن طويرش بن محمد الوهيبي أيضا يقدم الشاهينية في سابع المراكز، والمركز السابع المركز السابع اللي وصلت في هذه اللحظة الجذابة عبد الله بن شطيط بن سالم المالكي يقدم الجذابة بهذا الانطلاق الجميل وهذا التحدي المثير، بينما الوصول من خيال داود بن سالم بن حمد الشبلي أيضا هي الأخرى تنضم بالمجموعة الأولى. أعود مع البداية مع الانطلاق الأول مع مسار مياسة، مع انطلاقة مياسة، مع تصدر مياسة لهذه المجموعة المشاركة إلى حد هذه اللحظات تحمل شعار الهجانة السلطانية وبقيادة حمد بن علي الحبسي متابعا لها بعملية التضمير، بينما هناك الوجود والوصول من الحذرة أيضا هي الأخرى تحمل شعار الهجانة السلطانية مع مضمر آخر سعيد بن الحزيمي العويسي المركز الثالث، المركز الثالث ما شاء الله شاهد الوصول والتقدم في هذه اللحظات من الاسم الجديد وهي الفاترة سالم بن علي بن طناف الدرعي مقدما الفاترة في المركز الثالث، والمركز الرابع الذهب أسعد بن عبد الله بن شطيط المالكي مقدما الذهب في المركز الرابع. المركز الخامس هناك الشاهينية محمود بن طويرش بن محمد الوهيبي تتواجد في خامس المراكز في هذه اللحظات، والمركز السادس تقدمت هناك خيال داود بن سالم بن حمد الشبلي مقدما خيال في المركز السادس، المركز السابع الجذابة عبد الله بن شطيط بن سالم المالكي، والمركز الثامن نصايح حمود بن سلطان بن حمود اليحافي. لنا عودة مع البداية مع انطلاقة هذا الشوط، انتصفت المسافة المقررة لهذا السن هنا 8 كيلومترات، انقضى نصفها الأول ودخلنا بنصفها الآخر، مسافة كافية للتغيير، مسافة كافية سنشاهد من خلالها الأسماء المتأخرة بالظهور، ملاحقة المجموعة الأولى التي ما زالت تتقدمها مياسة إلى حد هذه اللحظات للهجانة السلطانية حمد بن علي بن عبد الله الحبسي مقدما مياسة بهذا الأداء الجميل، بينما الحذرة مرافقة لها بهذا الاندفاع أيضا للهجانة السلطانية. يتواجد سعيد بن الحزيم العويسي الفاترة في المركز الثالث، سالم بن علي بن طناف الدرعي مقدم الفاترة في ثالث المراكز، المركز الرابع الذهب أسعد بن عبد الله بن شطيط المالكي. يا سلام يا هذا التقدم من الرباعية الجميلة. المركز الخامس الشاهينية تتواجد في خامس المراكز حمود بن طويرش بن محمد الوهيبي، المركز السادس هناك خيال داود بن سالم بن حمد الشبلي في خامس المراكز أو في سادس المراكز في هذه اللحظة، المركز السابع الجذابة أيضا يتواجد عبد الله بن شطيط بن سالم المالكي ونصايح حمود بن سلطان بن حمود اليحافي. نعود مع البداية مع انطلاقة يا سلام، أشاهد التغيير الذي طرى على المقدمة من الحذرة، الحذرة غيرت مسار الشوط، انطلقت الحذرة وتصدرت هذه المجموعة للهجانة السلطانية مع المضمر المتابع سعيد بن الحزيم العويسي. هنا الفاتنة هو مياسة، مياسة من الجانب الآخر على المركز الثاني أيضا للهجانة السلطانية مع حمد بن علي بن عبد الله الحبسي. الفاتنة تحركت انطلقت للمركز الثاني بدورها تنتقل إلى المركز الأول، تغير مسار الأمور وتغير مسار الشوط وتنتزع المقدمة من تحت أقدام الجميع. هنا الفاتنة بقيادة سالم بن علي بن طناف الدرعي متابعة راشد بن سالم الغيلاني، لكن الوصول هنا من الحذرة على ثاني المراكز والذهب أسعد بن عبد الله بن شطيط المالكي، والمركز الرابع مياسة للهجانة السلطانية حمد بن علي بن عبد الله الحبسي على رابع المراكز، والمركز الخامس خيال تتواجد في خامس المراكز داود بن سالم بن حمد الشبلي، المركز السادس نصايح ويتواجد حمود بن سلطان بن حمود اليحافي مقدم النصايح في المركز السادس، المركز السابع الجذابة عبد الله بن شطيط بن سالم المالكي، والمركز الثامن الشاهينية ويتواجد حمود بن طويرش بن محمد الوهيبي. هذه الثمان المراكز الأولى المتقدمة. نعود مع الرباعية الجميلة، نعود مع الصدارة مع التقدم مع الفاتنة ومياسة. الله الله الله، الفاتنة ما زالت مسيطرة كل السيطرة على مسار هذا الشوط. الفاتنة لسالم بن علي بن طناف الدرعي تعود مياسة للمنافسة من جديد لتستعيد موقعها كيلوين متر الأخيرة، هي المسافة الباقية من العمر المفروض، من المسافة المفروضة لهذا السن. إذا هذه الفاتنة، هذه الفاتنة التي مسيطرة كل السيطرة مع سالم بن علي بن طناف الدرعي.
بينما المركز الثاني مياسة، وهي أيضا الهجانة السلطانية بقيادة حمد بن علي بن عبد الله الحبسي والحذرة في المركز الثالث للهجانة السلطانية، ويتواجد سعيد بن الحزيمي بصغير العويسي والمركز الرابع الذهب، ويتواجد أسعد بن عبد الله بن شطيط المالكي. هذه الرباعية الأولى على الكادر الأول، بينما المركز الخامس خيال بدأت بالتقدم والظهور، وصل شعار حمد بن محمد الوهيبي بدأ بالتقدم في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا هذا التقدم من الأسماء التي بدأت بالتحرك وتقليص الفارق ما بينها وما بين المجموعة الأولى. 1500 متر الأخيرة هي المسافة الباقية عن النهاية، ولكن هذه مياسة من تستعيد الموقع وتنطلق على المستوى الأول. مياسة للهجانة السلطانية، حمد بن علي بن عبد الله الحبسي، الفاتنة سالم بن علي بن طناف الدرعي الحذرة في المركز الثالث أيضا للهجانة السلطانية مع المضمر سعيد بن الحزيم العويسي. وصل شعار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الرابع والمركز الخامس خيال داود بن سالم بن حمد الشبلي. يا سلام يا المجموعة الأولى. لكن أعود مع البداية، مع الفاتنة، مع انطلاقة الفاتنة، مع تصدر الفاتنة لهذه المجموعة الأولى. الفاتنة سالم بن علي بن طناف الدرعي مقدما الفاتنة على البداية على الصدارة. بدأنا ندخل بأجواء الكيلو الأخير، الكيلو الأصعب بهذا الشوط، الكيلو الأصعب بهذه التحديات بقيادة الفاتنة سالم بن علي بن طناف الدرعي. الحذرة بدأت بالتحرك. الضبية في المركز الثالث سعيد بن حمد بن محمد الوهيبي، لكن الفاتنة لم تستسلم لجميع الأطراف، لم تستسلم لجميع المحاولات التي تأتي من الضبية. الفاتنة سالم بن علي بن طناف الدرعي والحذرة للهجانة السلطانية مع سعيد بن الحزيم العويسي. الضبية سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي وصلت مشكورة للهجانة السلطانية مع حمد بن محمد الوهيبي. لكن الفاتنة انطلقت الفاتنة عندما أصدرت عليها التعليمات المباشرة بالاندفاع مع 400 متر الأخيرة. الضبية بدت بالحركة. سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي من الجانب الآخر الحذرة، لكن الفاتنة على البداية، الفاتنة على الصدارة. ما شاء الله، يا الثبات على القمة. لم تستسلم لجميع الأطراف، لم تستسلم للضبية ولا للحذرة، لكن خلاص الشوط يسجل باسم الفاتنة، والتهاني تهدى لمالك الفاتنة سالم بن علي بن طناف الدرعي. سلام ابو ابراهيم، سلام لعراد، سلام لراشد الغيلاني مضمر الفاتنة. هذه لحظة الوصول الى خط النهاية. الفاتنة سالم بن علي بن طناف الدرعي ضبية مع سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الثاني. المركز الثالث ايضا الحذرة الهجان السلطانية مع سعيد بن الحزيمي العويسي. خيال في المركز الرابع داود بن سالم الشبلي، والمركز الخامس مشكورة للهجان السلطانية مع حمد بن محمد الوهيبي. هذه النتيجة، تهانينا والناموس لإبراهيم أو سالم بن علي بن طناف الدرعي بمناسبة فوز الفاتنة بنقطة الشوط الأول للثنايا من مسافة 8 كيلومترات، والتهنية كذلك موصولة لمضمرها المتابع راشد بن سالم بن علي الغيلاني. شكرا جزيلا راكان بن مبارك الحبسي الذي وافانا على مجريات الشوط الأول للثنائي الأبكار. ألف مبروك والناموس لسالم بن علي بن طناف الدرعي. تهانينا لك يا أبو إبراهيم على فوز الفاتنة وحصولها على المركز الأول في الشوط الأول للثنائي الأبكار، والتهنية لراشد بن سالم الغيلاني. الضبية احتلت المركز الثاني لسعيد بن حمد بن محمد الوهيبي. ألف مبروك أيضا، والحذر في المركز الثالث الهجان السلطانية. تهانينا لسعيد بن الحزيمي العويسي. إذن هكذا مشاهدينا الأعزاء، بعد أن تابعنا هذا الشوط، هذه لحظات وصول الفاتنة السالم بن علي بن طناف الدرعي. ألف مبروك يا إبراهيم. التوقيت 12:46 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني ضبية سعيد حمد بن محمد الوهيبي. ألف مبروك أيضا يا أبو محمد. 12:47 33 جزء من الثانية. هذا هو التوقيت الضبية التي أهدت السلامات أيضا إلى أهالي المضيبي. والمركز الثالث الحذر للهجان السلطانية 12:48 و5 أجزاء من الثواني، هو توقيت الحذر للهجان السلطانية مع المضمر سعيد بن الحزيمي العويسي.